السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس اجتماعيات الصف الرابع ابتدائي، وصلنا إلى نقطة ثانية، صفحة 9. بيئتك التي تعيش فيها، بيئتك المحلية. تعرف البيئة، هنا تعريف البيئة، بأنها المكان الذي يعيش فيها الإنسان، وتشمل الهواء والماء والأرض وكل شيء يحيط بنا نتأثر به ويؤثر بنا. هذا تعريف البيئة. تعريف البيئة، ما هي البيئة؟ هي المكان الذي يعيش فيها الإنسان، وتشمل الهواء والماء والأرض وكل شيء يحيط بنا نتأثر به ويؤثر بنا. نحن نتأثر بالبيئة التي نعيش فيها. البيئة المحلية، البيئة المحلية، ما المقصود بالبيئة المحلية؟ يقصد بها المنطقة، هي المنطقة التي تعيش فيها أنت وأسرتك وجيرانك، ويوجد فيها بيتك ومدرستك والحدائق العامة وكل الأشياء التي تحيط بنا. إذن البيئة المحلية هي المنطقة التي تعيش فيها، يعني المنطقة والأشياء التي تحيط بنا، مثل المدرسة والحدائق العامة والجيران، كل هذه تسمى البيئة المحلية. وتتنوع البيئات في بلدنا الحبيب إلى بيئات عدة. ما هذه البيئات؟ بيئة المدينة، وبيئة القرية، وبيئة البادية. وتضم بيئتك المحلية العديد من الظواهر البشرية. ما هذه الظواهر البشرية؟ قلنا أنه البيئة المحلية تضم البيت، تشمل البيت والمدرسة والحدائق العامة، هذه تسمى ظواهر بشرية، يعني الإنسان دخل في تكوينها. البيت هو ظاهرة بشرية صغيرة ضمن بيئتك المحلية اللي هي المنطقة، منطقتك تعيش فيه، يعني البيت هو المكان الذي نعيش فيه. يحميك من الظواهر الطبيعية. ما هذه الظواهر الطبيعية؟ كالحرارة والأمطار والعواصف، يعني البيت يحمينا من الظواهر الطبيعية اللي هي الحرارة والأمطار والعواصف. وتختلف البيوت من حيث مساحتها وأشكالها وتصاميمها والمواد المستخدمة في بنائها من بيت لآخر. إذن البيت هو ظاهرة بشرية صغيرة ضمن بيئتك المحلية تعيش فيه، يحميك من الظواهر الطبيعية كالحرارة والأمطار والعواصف. المدرسة هي ظاهرة بشرية ضمن بيئتك المحلية، وهي المكان الذي تتعلم فيه. البيت المكان الذي نعيش فيه، والمدرسة المكان الذي تتعلم فيه، وتقع على مسافة قريبة من بيتك ضمن المحلة السكنية. الحدائق، وهي ظاهرة تمثل العلاقة المكانية التي تجمع بين الظواهر الطبيعية والمتمثلة بوجود الأزهار والأشجار والحشائش والمياه، وأخرى بشرية مثل الألعاب والأبنية والمصاطب وغيرها ضمن بيئتك المحلية، ووجدت من أجل الترفيه والترويح عنك وعن عائلتك وأصدقائك في المحلة نفسها. إذن الحدائق هي تمثل الظاهرة أو العلاقة المكانية بين الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية. ما هذه الظواهر الطبيعية؟ الأشجار وبها الأزهار وبها الحشائش والمياه، هذه تسمى الظواهر الطبيعية، وكذلك تحتوي على ظواهر بشرية مثل الألعاب والأبنية والمصاطب اللي هي من صنع الإنسان. فهنا تمثل العلاقة أو تجمع بين الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية اللي هي الحدائق. وين تقع الحدائق؟ ضمن البيئة المحلية اللي هي المنطقة، منطقتك. شنو فائدة هذه الحدائق؟ وجدت من أجل الترفيه والترويح عنك وعن عائلتك وأصدقائك في المحلة نفسها. نحفظ هذه التعاريف، البيت والمدرسة والحدائق، والتي تقع ضمن البيئة المحلية وهي المنطقة. هسه نجي نعرف المدينة، صفحة 11. المدينة تعريف المدينة هي مجموعة من عدة بيئات محلية، يعني مناطق مختلفة. احنا قلنا انه البيئة المحلية هي المنطقة اللي تعيش بيها. المدينة هي مجموعة من عدة بيئات محلية، يعني مناطق، مجموعة من مناطق مختلفة تختلف في وظيفتها، اي يعني طبيعة الاعمال التي يقوم بها السكان. منها مدن ذات طابع سكني وصناعي وتجاري مثل بغداد والبصرة، ومنها ذات طابع سياحي ديني مثل النجف وكربلاء وسامراء. إذن المدينة هي مجموعة من مناطق مختلفة، يعني مجموعة من عدة بيئات مختلفة تختلف في وظيفتها. مثلا مدن
ذات طابع سكني وصناعي وتجاري، مثل بصرة وبغداد ذات طابع سكني صناعي وتجاري، يعني بها مصانع وبها تجارة، هي بغداد والبصرة ذات طابع سياحي ديني مثل النجف وكربلاء وسامراء. نجف وكربلاء وسامراء، دائما الشخص اللي يزور النجف وكربلاء وسامراء لغرض السياحة الدينية، لغرض زيارة العتبات المقدسة. صار واضح؟ فتكون إلها ذات طابع سياحي ديني. هذا تعريف المدينة، وهي مجموعة من عدة بيئات مختلفة، يعني مناطق مختلفة تختلف في وظيفتها. وقلنا شنو يعني وظيفتها؟ ذات طابع سكني وصناعي وتجاري، أو ذات طابع سياحي ديني.